يتكلم ويسأل بلا حرج بلا بلا حرج يتكلم. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، هنبدأ النهاردة حلقة جميلة جدا جدا من بلا حرج، وانتوا عارفين ان هي بتعالج موضوع أمراض الذكورة. وبرضو نقول حاجة مهمة، ان أمراض الذكورة دي عبارة عن علاج عقم الرجال والضعف الجنسي عند الرجال. يعني معناها انا ماليش دعوة بالستات، يعني مع ان الموضوع اللي انا بعمله مهم جدا للستات، وهو بيسعد السيدات واذا كان في الانجاب او الناحيه الجنسيه، انما انا بعالج الرجاله بس. نبدا باول حاجه اللي هي العقم عند الرجال. طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين الخصيه هي اهم حاجه في الموضوع بتاعنا ده. لازم تكون حجمها سليم، ولازم تكون القنوات بتاعتها الموصلة أو اللي بتنقل الحيوان المنوي لازم تكون سليمة، ما فيهاش تليف أو مقطوعة أو مش موجودة. وبعدين لازم بعد ما الحيوان المنوي يطلع منها ويروح لغاية البروستاتا، لازم البروستاتا بتفرز سوائل معينة هي والحوصلة المنوية. السوائل دي غنية جدا جدا بال السكر الفركتوز، اللي هو الوحيد اللي في الجسم اللي بيتفرز في المكان ده. يعني الفركتوز ده ما بيتفرزش في اي حته في الجسم تاني الا في البروستات او الحوصله المنويه، عشان تغذي الحيوانات المنويه، لان الحيوانات المنويه دي يعني اهم حاجه في البشريه، ان هي تخلي في تواصل في البشريه. بالنسبه بعد كده لازم في قناه بتطلع في وسط البروستات عشان تقذف الحيوانات المنوية دي والسائل المنوي لقناة مجرى البول. البروستاتا بتبقى تحت المثانة، تمام كده، ففوقها عضلة بينها وبين المثانة، وفي وسطها أو تحتها عضلة تانية. الأهم العضلة اللي تحت مش العضلة اللي فوق. يعني احنا في بعض العمليات بتاعة استئصال البروستاتا بالمنظار ممكن نقطع العضلة اللي فوق ما يحصلش حاجة، إنما العضلة اللي تحت دي لو اتقطعت الواحد يبقى عنده سلس بولي وما يتحكمش في البول. يعني العضلة اللي تحت دي هي اللي بتتحكم في البول، فبنخلي بالنا منها. وطبعا الدكاترة بتوع المسالك البولية عارفين الموضوع ده قوي وحافظينه، ده من مهم، يعني حاجة مهمة بالنسبة لهم. السائل المنوي لما يبدأ الإنسان يقذف السائل المنوي، العضلات تحت الحوض بتنضغط وتعصر البروستاتا بحيث انها تطلع السائل المنوي، والعضلة اللي فوق اللي هي اللي بتاعت بين المثانة والبروستاتا بتتقفل، والعضلة اللي تحت بتروح مرخرخة، يقوم السائل المنوي يطلع ايه من قدام. فبعض الناس بقى اللي احنا بنعمل لهم استئصال بروستاتا وممكن العضلة اللي هي بين المثانة وبين البروستاتا تتقطع، دي بقى بيحصل قذف مرتجع، او الناس اللي عندها سكر بيبقى العضلة دي مرخرخة، فبرضه بيحصل ايه قذف مرتجع. يعني ايه قذف مرتجع؟ يعني السائل بدل ما يطلع قدام ويطلع من قناه مجرى البول، لا بيروح راجع المثانه تاني. في الحاله دي احنا ممكن يعني بنعمل حاجات ظريفه، ان احنا بناخد البول بعد القذف ونحاول نحط عليه مواد معينه، وناخد الحيوانات المنويه دي ونركزها ونبدا منها نعمل منها اخصاب للزوجة بكذا طريقة. فالمهم عندنا ان الحيوان المنوي ان هو بيطلع من قناة مجرى البول وبيحصل له قذف. طبعا الراجل لما بيكبر في السن العضلات دي بتبقى ضعيفة شوية، فبيقول لك ايه، انا القذف عندي ما عادش قوي، تمام، او ما بينزلش سائل كتير. ده عادي لما الواحد يكبر في السن 50-60 سنة الحكاية دي بتحصل. فيعني وهو صغير عنده 16-17 سنة اما يقذف السائل المنوي ويطلع قدام خالص، معروفة دي. انما كل ما الواحد يكبر في السن العضلات بتتعب، فبالتالي السائل المنوي بيبقى ايه نازل قدامه كده غصب عنه. في بعض برضو الحالات اللي ممكن الواحد يبقى عنده بيحس ان هو هيقذف وعاوز يأخر الموضوع شوية،
فبيحاول ان هو بيستنى شويه وبيريح بحيث ان هو ايه يعني بعد كده يكمل العلاقه الجنسيه. فتلاقي القذف يبقى زي التبول بالظبط، يعني السائل المنوي بينزل ما حتى ممكن ما يبقاش في احساس قوي، ودي عادي في الحالات دي بقى اسمها قذف سريع. دي بقى بنديله علاج عشان خاطر تاخر موضوع القذف بدون ان هو ما يستنى ويريح نفسه وبتاع والكلام ده، لا بندي مواد معينه بتخلي المده بتاعه القذف بتزيد لغايه 11 مره. دي سهله قوي، بس لازم نعرف ان هو ده السبب، ان في ماده اسمها سيروتونين في الدم. الماده دي لو اتلخبطت فممكن ان احنا بندي علاج بيخلي ايه بيخليها تسترجع نشاطها تاني، وبالتالي مده القذف بتايه بالطول. طبعا ده 50% من الحالات بتبقى بالطريقه دي، انما 50% من الحالات التانيه بتبقى سبب سرعه القذف هو ضعف الانتصاب. ليه بقى؟ انت من اول ما الواحد يحصل له اثاره لغايه لما يقذف بتاخد اربع مراحل. اللي عنده ضعف الانتصاب بيشد نفسه جامد قوي فيروح واخد الاربع مراحل مره واحده تلاقيه قذف بدري. في عندنا اجهزه بالكمبيوتر بتعرف اذا كان السبب ده من الماده دي او السبب ده من ضعف الانتصاب، ولذلك احنا يعني العلاج ده غير العلاج ده خالص. وطبعا انا بنبه على معظم الرجاله ان هم ما يستعملوش الترامادول او الترامال والحاجات اللي زي دي كده. ليه؟ لان هي بتعمل ادمان، فممكن ان هو لو خد عليها تعمل ادمان، هي بتقلل الاحساس شويه فبتخليه يطول في مده. بس طبعا لو هو ادمن عليها في الاول بياخد قرص وبعدين ما ينفعش ياخد قرصين وثلاثه، فما ينفعش الكلام ده ممكن بتدمر الخلايا العصبيه بتاعت مخ الانسان، فده غلط. انا يعني ايه انا بنصحهم كده. في حاجه تانية في الناحيه الجنسيه اللي هي ضعف الانتصاب. ضعف الانتصاب بيبقى سببه ايه؟ اشرحها لكم ببساطه، ان الواحد لما بيحصل له اثاره بتفرز ماده اسمها نيتريك اوكسيد. النيتريك اوكسيد دي بتوسع الشرايين وتوسع النسيج الكهفي فبتملي دم، تمام؟ وفي نفس الوقت الاورده ايه؟ بتقفل بطريقه معينه. فالعضو يتملي دم ويتزنق فيه جامد يبقى قوي 100%. لو الواحد كل ما يعني يكبر في السن الحكايه دي بتقل. ليه بقى؟ لان لما بتفرز اللي هي يعني ده حاجه عاديه في الجسم، اما بتفرز الماده اللي هي النيتريك اوكسيد اللي هي بتعمل اثاره بيتفرز انزيم تاني اسمه دايفوسفوستريز انزيم. الانزيم ده بيكسر النيتريك اوكسيد او بيكسر الاثاره، تمام؟ فطبعا الشاب الصغير بيبقى عنده اثاره كتير قوي، فالانزيم ده اللي هو بيكسر الاثاره بيكسر شويه منها والباقي بيبقى عنده، فبيبقى عنده ايه قوه انتصاب كويسه. كل ما الواحد يكبر في السن، نعم ايوه في انتصاب، في انتصاب في الو في انتصاب. ايوه يا استاذه نعم، السلام عليكم. اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، والله انا جوزي كان عامل عمليه دوالي من حوالي اسبوع. ايوه. بس عنده ورم في الخصيه، هل ده طبيعي ولا ايه؟ بقى له قد ايه عامل عمليه؟ اسبوع. اسبوع بس؟ طيب ما هو المفروض ياخد مضادات حيويه والكلام ده عشان خاطر ما يحصلش الكلام ده. بياخد مضادات حيويه ومضادات للورم وكده يعني. مظبوط كده، يعني لازم يعني اتصل بالدكتور اللي عمل له عمليه عشان يديله الحاجات اللازمه للكلام ده عشان ما يحصلش التهاب في الخصيه، لان التهاب الخصيه في اي سبب لاي سبب بيعمل مشاكل جامده. فاتصل بالدكتور اللي عمل له عمليه وقولي له الموضوع ده، وقولي له ان هو لازم يديله مضاد حيوي قوي عشان ما يحصلش اي التهاب او حاجه مش مشكله. انما لو حصل ورم بقى بعد مثلا شهر ولا حاجه، دي بيبقى لها كلام تاني انا هقوله برضو في الحلقه دي. الورم في الوقت الحالي يعني شيء طبيعي، بس ياخد مضاد، يلحق نفسه وياخد مضاد حيوي قوي. تمام. أيه. وبالنسبه للممارسه الحاله الزوجيه يعني؟ لا يتمنع عن الحاله الزوجيه لمده شهر على الاقل. لمده شهر؟ باذن الله. شكرا يا دكتور. اي خدمه يا فندم، تحت امرك. نرجع تاني للموضوع بتاعنا. دلوقتي الانزيم ده
بيكسر شويه من الاثاره. كلام سليم. ففي الصغير الاثاره عنده كتير مش مشكله، بيبقى الباقي يعمل له انتصاب قوي. كل ما الواحد يكبر في السن يبقى الاثاره اقل، وبالتالي الانزيم ده بيكسر معظمها، فممكن ما يحصلوش ايه انتصاب. في اللي هي الحبه الزرقاء، وفي انواع منها ملونينها احمر. الحبه دي بتمنع تكوين الانزيم ده اللي بيكسر الاثاره، تمام؟ فيبقى شويه الاثاره الصغيرين دول باينين قوي ويظهروا ويعملوا شغل كويس. لو الواحد بقى ما فيش اثاره خالص، يعني اذا كان مراته وحشه ولا بينهم من بعض زعل ولا حاجات من دي، فيعني ما يحصلش اثاره، تمام؟ فخلاص ما يحصلش انتصاب. طيب معانا اتصال. ايوه. السلام عليكم. اهلا وسهلا فن. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا بقالي 3 سنين متجوزه، ودكتور عمل تحليل هو السائل المنوي. ايوه. اول تحليل طلع 10 مليون وخد علاج وكده. ايوه. بقى 12. تمام. وعلى طول صديد واملاح، مهما خد علاج ما بيروحش. تمام. وطبيعة شغله أبحاث تسويقية في الشارع، ف واقف على طول. يعني وسفر وإرهاق يعني. تمام. أنتوا منين؟ خد منشطات كلوميد وخد علاج وبرضه ما فيش. أنتوا ساكنين فين؟ في فيصل. في فيصل. طيب شوفي حضرتك، يعني هاتي لي الورق بتاعه كله وهاتهولي اكشف عليه، تمام؟ في مدينه 6 اكتوبر يوم الاحد الساعه 12، وباذن الله الحاله بتاعته دي جميله جدا جدا وهيبقى كويس قوي. يعني انا عاوز اقول لك ان في جالي حالات كانت 3 مليون بس، وفي حالات ازوسبيرما يعني ما في عندهمش حاجه، ودلوقتي ما شاء الله عندهم اولاد كويسين قوي قوي. فالحاله بسيطه جدا يا دكتور، ان شاء الله يبقى الشفاء. حضرتك الارقام اللي ورايا دي اتصل بيهم وتعالي لي في 6 اكتوبر يوم الاحد بجميع الاوراق اللي معاك. نكمل كلامنا بقى. ايوه شكرا. دلوقتي الواحد لما يكبر بتقل الاثاره، فالانزيم ده بيروح مكسر. الانزيم ده خلي بالكم موجود في كل انحاء الجسم، في العينين والمخ والقلب وتحت في الاجهزه التناسليه، يعني موجود في كل حته مش في الموضوع بتاعنا بس. فالانزيم ده لما بيتوقف خالص بالحبه الزرقاء، يقوم اقل كميه اثاره بتعمل واجب وتعمل شغل كويس قوي 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 وبيبقى كويس. لو بقى الواحد خد الحبه دي ما بتديش نتيجه خالص، ممكن لها اسباب. يعني ممكن اول سبب ان ما فيش اثاره، خلاص يبقى نعرف بقى ايه ان ما فيش اثاره، ونشوف الست بقى تعمل الواجب وبتاع والكلام ده وتعمل اثاره لجوزها كويس. او بيبقى يعني المستقبلات بتاعت الاعصاب ما بتديش المنتج بتاعها اللي هو بيعمل توسيع للشرايين والنسيج الكافي، وبالتالي يبقى محتاج حاجه تانية. طبعا 80% من الحالات انا بديهم علاج بيخفوا وبيبقوا كويسين، 10% من الحالات اللي هي بعد ما ادينا علاج ما فيش نتيجه خالص، يبقى نحاول نفكر ان احنا نعمل لهم عمليه. العمليه كان زمان سنة 86 قال لك والله ما دام الاورده، الناس اللي عندها تسرب وريدي الاورده هي السبب، فنقطع الايه الاورده او نستأصلها. كل العالم عمل العمليه دي وكل العمليات فشلت سنة 86، والعمليات اللي ما فشلتش بعد 8 اشهر فشلت. فطبعا ايه اي حد يقول لك اعمل لك ربط اورده ابعد عنه، لان السبب مش في الاورده، ثبت ان السبب جوه النسيج المنتصب. فما يصحش ان انت بقى يعني حتى هنقعد نقطع كل الاورده ونبهدل الدنيا، ما لهاش لازمه ان احنا نعمل عمليه نتيجتها فشل يعني. فاحنا العمليه المثلى للموضوع ده لو فيش نتيجه خالص، ان احنا بنزرع دعامه داخل العضو نفسه. الدعامه دي بتدي قوه انتصاب 100%، ويعني تقريبا بتدوم مدى الحياه، لان انا عامل عمليات من 20 سنه لغايه دلوقتي كويسين جدا جدا. فطبعا الدعامه دي عفوا، الدعامه دي بتبقى عباره عن انبوبتين من السيليكون
شايفينها كويس كده اهي، القوه بتاعتها اكزرجيتي بتبقى قويه جدا. فبنزرعها في النسيج المنتصب. وانا بعمل حاجه جديده خالص، ان انا بحافظ على النسيج المنتصب وبحافظ على الشريان اللي بيعمل انتصاب جوه النسيج، وبحط الدعامه دي جنبهم بحيث ان الراجل يبقى عنده قوه انتصاب 100%، وفي نفس الوقت الدم بيدخل فبيعمل حراره بتديله احساس ان هو طبيعي، ومراته برضو تحس برضو بالحرارة دي، تحس ان هو طبيعي مع قوة الانتصاب 100%. بصراحة العملية دي بتعتبر نجدة لناس كتير، وناس كتير جدا جدا خصوصا في الناس الصغيرين اللي ممكن حياتهم هتتدمر وخلاص يعني ممكن يتطلقوا، دي بترجع لهم الحياة تاني، وممكن دي تكون سبب عدم الانجاب فايه فممكن ينجب. انا عملتها ناس كتير يعني، لدرجة ان في واحد كان مشلول شلل نصفي رجليه تحت ما بيحسش بيها، بس عنده تحكم في البول، اهم حاجة يكون عنده تحكم في البول والبراز. فانا عملتها له والحمد لله. انا سألت عليه بعدين لقيته متجوز ومخلف وعمل اسرة وطبيعي جدا والحمد لله، عاش حياته من اول وجديد. وفي ناس كمان من الدول العربية كتير جدا عملت لهم عملية دي، كانوا فاقدين الامل خالص من الحياة، لدرجة كان في واحد يعني كان ساب شغله في دولة عربية وبدأ يروح الأرياف وخلاص عاوز ينتحر بقى يعني. فالمهم لما شاف الحلقة دي أو دخل على النت وشاف الموقع بتاعي جه وكشف وعمل العملية دي، ودلوقتي عنده ولد وبنت وزي الفل الحمد لله وربنا كرم، وناس كتير زيهم بقى يعني عملت لهم واجب جامد. في بقى دي الدعامة دي تعتبر أرخص نوع. في دعامة تانية اللي هي بتبقى أغلى شوية، بس التانية دي بتبقى زي الطبيعي بالظبط، تمام؟ عبارة عن أنبوبتين تمام؟ وفي بلب دي بتزرع جنب الخصية جوه كيس الصفن، أول ما ندوس عليها 3 مرات كده تمام، نلاقي فيه قوة انتصاب 100%. تمام، بعد ما يخلص يقعد ساعة ساعتين زي ما هو عاوز، يروح كسر العضو ويعد من 1 لـ10، 3 4 5 6 7 8 9 10، خلاص رجع ايه طاري تاني، ويبقى ده از نورمال فسيولوجي زي الفسيولوجي الطبيعي بالظبط. في انواع تانية يعني اغلى شوية والتكنولوجيا بتاعتها يعني اقوى شوية، برضو الانبوبتين دول بيتزرعوا جوه النسيج الكهفي بالطريقة اللي انا بعملها، وبعدين البالب دي تتزرع جنب الخصية جوه في كيس الصفن، وفي ده الخزان ده بيتزرع جنب المثانة في البطن، ده بحيث ان هو يدي قوة اضافية جامدة. بندوس على دي 3 مرات برضه، وفي ناس والله بيدوس عليها مرة واحدة بس تمام كده. الانبوبتين دول بياخدوا من الريزرفوار ده وبيدوا للانبوبتين هنا بيدي قوة انتصابية رأسية 100%. بعد ما يخلص برضو يقعد ساعة ساعتين زي ما هو عاوز، يروح دايس على عنق هنا البالب دي كده، يدوس كده ويروح كابس على العضو تمام، ترجع السائل جوه الريزرفوار ده. فبصوا شوفوا بقى طري جدا جدا، وايه انا عملتها الناس كتير دي والحمد لله كويسين او لغايه دلوقتي. في نوع ثالث زي الاولاني بس البلب بتاعته كبيره شويه بتكنولوجيا تانية بالظبط، فبرضه بيدوس عليها كده فبتدي قوه انتصاب 100%. برضه بنكبس عليه وندوس على عنق الريزرفوار ده، فبيرجع السائل بيبقى ايه بيبقى طري تاني. في نوع رابع بقى شركة تانية، كل الحاجات دي انا عملتها وبعملها للي عاوز يعمل. ايوه يا استاذ مايكل. اهلا محمد، ازيك يا حبيبي؟ اهلا مساء الخير. معلش انقطع الاتصال، اتصل تاني. فالانبوبتين دول بنزرعهم جوه النسيج الكهفي
ودي برضو تكنولوجيا تانية بتبقى جنب الخصيتين والريزرفوار ده بيبقى يتحط جوه البطن، بس ده بيبقى الكمية بتاعته أكبر شوية، فبندوس على الحتة المنتفخة دي 3 مرات تمام، فبتدي قوة انتصاب 100%. بعد كده بنروح دايسين على العنق بتاعها ده كده ونكبس. شوفوا رجع التاني كما كانت، وده بيبقى زي النورمال فيسيولوجي بالظبط. والحاجات دي انا عملتها كلها لناس كتير، وبصراحة انا شايف ان انا نجدت ناس كتير اوي في الموضوع ده، بحيث ان هم يعني غيرت مجرى حياتهم والحمد لله تمام. الاجهزة المواد اللي هي الدعامات دي اللي احنا بنعملها دي بتاخد نسبة تعقيم رهيبة وتعقيم في اوضه العمليات، ولازم تكون بقى ايدين الجراح حساسة قوي بحيث ان هو ما يلفش الدعامات دي او يحطها غلط. يعني انا في يوم هبقى اوريكم فيديو عن العملية دي باذن الله، واللي هتلاقوها انها سهلة جدا وانا بعرضها في المؤتمرات كلها، وبتاخد استحسان من جميع المتخصصين. فالحمد لله العملية دي نجدت ناس كتير قوي. نرجع بقى الموضوع تاني اللي هو العقم عند الرجال. طبعا العقم عند الرجال ده بيبقى له اسباب كتير قوي، يا اما اسباب في الخصية او اسباب في القناة الناقلة للحياة المنوية او اسباب في البروستات نفسها انها تكون مقفولة من تحت. او اسباب الخصية لازم تكون حجمها لها حجم معين، لازم تكون مظبوطة ما تبقاش فيها تليف او صغيرة قوي. في بعض الاطفال الصغيرين بيحصل لهم التهاب في الغدة النكفية فما بيتعالجوش كويس، فممكن بتأثر الفيروس ده بيأثر على الخصية بيعمل لها تدمير. الحاجة التانية مهمة جدا، الخصية دي بتنتج حاجتين، بتنتج الحيوان المنوي وده اللي هو بتاع الخلف، وبتنتج هرمون التستوستيرون. وبرضو انا بنصح زمايلي ان هم يعني مش كل مرة يكتب تحليل للهرمون التستوستيرون كده على طول. اولا التحليل هرمون التستوستيرون لازم يكون التوتال والفري عشان دي لها يعني مقاسات معينة. في نفس الوقت هرمون التستوستيرون ده ميبقاش ثابت في الدم، فده بيعلى ويوطى ويعلى ويوطى، حاجة اسمها سيركاديان ريزم. لو انت حللته هو واطي تفتكر ان هو واطي فتديله هرمونات، الهرمونات دي بتوقف عمل الخصية. خلي بالكم يا جماعة، يعني الناس اللي بتكتب هرمون التستوستيرون او ميثايل تستوستيرون او تستوستيرون تاني بتدي تأثير عكسي في تكوين الحياة، بتوقفه خلاص. في نفس الوقت لو واحد كبير في السن خد هرمون التستوستيرون ممكن تعمل له سرطان في البروستاتا، ولذلك احنا بنعمل تحليل للبي اس اي ان عشان نعرف في قابلية لحدوث السرطانات دي ولا قبل ما ندي الهرمون ده. وبعدين حاجة مهمة بقى عشان يعني نشيل الموضوع ده خالص من دماغنا، لو الواحد له شنب ودقن وصوته تخين يبقى الهرمون ده طبيعي، ما يصحش بقى نحلل له هرمون، وما يصحش انا اقعد اديله هرمونات تديله حاجة عكسية. يعني الهرمون تستوستيرون ده تخلي بالكم في الموضوع ده. لو واحد له سكندر سيكسوال كاركتر دي مهمة جدا ان احنا يعني ما يصحش نتدخل في الهرمونات. ايوه في اتصال استاذ مجدي. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا حبيبي. ازيك صح؟ بكلم حضرتك. أيوة. أنا حضرتك عندي السكر وعندي يعني فيروس سي ويعني بتعالج من الكبد. وعندي ضعف في الانتصاب خالص يعني. تمام. باخد منشطات لكن ما بتجيبش نتيجه، فمش عارف ايه الحل. عالجت الفيروس بيه ولا لسه؟ ما انا بتعالج منه حضرتك يعني، بس هو العلاج كله بيبقى انت عارف حضرتك علاج يعني بيبقى مستديم. لا ازاي بقى، ده في انتي فيروس الواحد بياخده، بس بياخده كذا مره عشان خاطر الفيروس بي غير الفيروس سي.
ده له طريقه في العلاج وده له طريقه في العلاج. انا حضرتك انا عندي سي بي عندي فيروس سي. ايوه ده بياخد مده طويله شويه بس لازم ان انت تتابعه لان برضو ده فيروس وممكن هو بيدمر خلايا في الكبد فخلي بالك يعني من الموضوع ده. لو العلاج ما اداش نتيجه يبقى احنا بنفكر ان احنا يعني ممكن نعمل عمليات بس نخلي بالنا برضو من البنج لازم يكون بنج معين عشان ما يأثرش على الكبد. في أدوية ما يصحش نديها مضادات حيوية بعد العملية عشان برضو ما تأثرش على الكبد فدي حاجة مهمة. إنما نحاول بقدر الإمكان إن احنا نمشي في العلاج. فحضرتك اتصل برضو بالنمر اللي ورايا دي وهات لي جميع التحليلات بتاعتك والحاجات واكشف عليك وبإذن الله هيبقى في خير باذن الله يا استاذ مجدي. في عندي اس ام اس طبعا بيقول لي عنده سرعه قذف عمر 33 سنه ومتزوج ولدي ثلاثه. انا طبعا شرحت موضوع الايه سرعه القذف ده في اول حلقه. وفي اس ام اس ثانيه بيقول زواج 10 سنوات وضمور شديد في الخصيه عينتها زيرو والزوجه سليمه سن 35 سنه كويس. والله الواحد ما ايه يعني ما يخافش او انا ما يعني حتى الحالات اللي هي الازو اللي هي الزيرو دي انا ما بفقدش الامل ابدا. حالات كتير قوي ربنا كرمهم وقلت لكم قبل كده ان كان في ناس الزيرو يعني ما فيش حيوانات منويه خالص ولكن دلوقتي عندهم اولاد. في اتصال. ايوه استاذ محمود. طيب السلام عليكم. ايوه استاذ محمود اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي ازي صح؟ كل سنه وانت طيب يا دكتور. انت بالصحه والسلامه خير. انا يا دكتور متجوز بقالي شهرين. ايوه وما لسه المدام ما حنتش ولا حاجه. تمام. فعملت تحليل. ايوه فالدكتور بتاع المعمل قال لي التحليل 10 10 يعني ما فيهوش اي حاجه. ايوه فانا طبعا متغرب يعني مش قاعد مع مراتي قعدت شهر وجيت هنا في شغل وكده مصر. الدكتور طلب مني تحليل وانا بعمل التحليل مع السائل المنوي يا دكتور نزلت نقطه دم كده. ما يجراش حاجه. نعم ما يجراش حاجه ما تخافش. انا ضغطت على نفسي شويه ممكن من النوم ونام متاخر فضغطت على نفسي عشان الحق المعمل يعني. فنزلت نقطه دم كده. ما يجراش حاجه. فدكتور المعمل قال لي تحليلك 10 10 تقريبا حيوات المنويه 130 وتشوهات 30 تقريبا. هو بص هقول لك حاجه. انت يعني انت متسرع شويه. المفروض ان الواحد طالما التحليل كده استنى لغايه 8 اشهر يعني ما تقلقش في من 8 اشهر لغايه سنه بعد كده الواحد يفكر ان هو يروح للدكتور ويشوف الموضوع ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان لازم تبقى مستمر مع العلاقه مع مراتك مش تسيبها وعاوز تخلف باللاسلكي ما ينفعش الكلام ده. فانت لازم تبقى يعني مرتبط في ان انت مواعيد معينه. في بقى انا بنصح المواعيد ازاي؟ يعني اللي يقعد يعمل كل يوم ده وهو لسه متجوز غلط يا جماعه. انت بتخفف السائل المنوي كده. فالمفروض ان انت تبدا ثامن يوم الدوره ما تيجي، يعني اول ما تيجي تعد 8 ايام وتبدا ثامن يوم الدوره، مش بعد ما خلصت، بعد ما الدوره بدات. تمام كده؟ وبعدين تجتمع يوم بعد يوم كويس مش كل يوم. تمام. طيب ويوم بعد يوم والمفروض يكون مره واحده في اليوم. تمام كده مره واحده في اليوم وتكون بالليل ما تكونش في اي وقت بالنهار عشان تفضل الزوجه نايمه على ظهرها طول الليل وما تقومش تتشطف الا تاني يوم الصبح. تمام. لو الثلاث حاجات دي اتعملت مظبوط باذن الله ربنا يكرمك. فالاستمرار في العلاقه الزوجيه والايام زي ما انا قلت عليها ما تكررش كتير قوي بسرعه وتبقى بالليل وما تقومش بالليل الا تاني يوم الصبح. في جالي اس ام اس بيقول عندي اعوجاج في القضيب بنسبه بسيطه. بصوا يا جماعه ممكن يحصل تليف في الجدار بتاع الايه؟ بتاع النسيج المنتصب. بنسميه بايرونز ديزيز. ممكن يحصل من تحت فالعضو ايه يتنل تحت او يحصل في الجنب فالعضو يتنل جنب او الناحيه الثانيه او فوق. كلام سليم. فالاعوجاج ده ما يخوفش الواحد. لو الاعوجاج ده اكتر من 30 درجه
يعني ده تعوق ان هو ايه يعرف يدخل العضو. تمام كده؟ اقل من كده ما 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 بنفكرش نعمل لها حاجه. اكتر من 30 درجه ممكن لها عمليات. تمام؟ يعني في عمليات كتير قوي بنعملها، فانا ما انصحكش ان انت ايه تعمل اي حاجه. في سؤال تاني، حجم الخصتين صغير وطول العضو 2 سنتي، هل اتزوج؟ يعني طول العضو 2 سنتي ازاي؟ طيب طيب ايوه يا استاذ محمود، في اتصال. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا دكتور. لو عملت معروف، عندي سرعه قص 3 دقائق بالكثير خالص. تمام. بعد كده بيحصل ارتخاء تام. تمام، بسيطه يا استاذ محمود. انا سالت السؤال، انا جاوبت على السؤال ده في اول حلقه، فقلت لكم لها اسباب. فانا عندي اجهزه بتقيس، بتعرف بالظبط بالكمبيوتر هل هو محتاج علاج ده او العلاج ده. فحضرتك تقدر تشرفنا في العياده وانا هعرفك السبب ايه والعلاج ايه باذن الله. موضوع بسيط. بالنسبه للعضو الصغير ده بيبقى وهو منكمش، خلي بالكم بقى حاجه مهمه جدا، العضو كل ما ينكمش قوي كل ما يبقى كويس، عكس اللي العضو لما يبقى مدلل كده وطويل. بيبقى ناس عندها بالهرسيا او لحم بترسب لحم في الايه، في الجرانيشن تيشو جوه النسيج الكهفي، فبيبقى طري ما يديش الصلابه كويسه. فانا يعني ايه بصراحه الناس اللي عندها انكماش في العضو بعد ما يخلص او في حتى لما ينزعج تلاقيه انكمش وممكن يدخل جوه خالص. تمام، ده كويس يا جماعه، ما اعملوش اي مشاكل، او ما يعني ده بالنسبه لي كويس جدا جدا. انما ساعه الانتصاب بيطول، انما لو هو منتصب عنده 2 سم ده اسمه مايكرو بينس، ده له علاج تاني بقى خالص. يعني بنعمل له بطول العضو من 2 سم ل 4 سم، دي سهله قوي. وحتى خلي بالكم في علاج دلوقتي للموضوع الناحيه الجنسيه ده الى اقصى مدى، لغايه لو واحد العضو بتاعه مقطوع بنعمل له عضو من اول وجديد. وانا شرحتها في المؤتمر الاخير اللي انا عملته في المنصوره، ان احنا بنعمل عضو من اول وجديد حتى لغايه 15 سم. تمام، وبيبقى قوي وبيبقى كويس وننجده. في ناس عندها بيجي لها سرطان في العضو فبتقطع، وفي ناس ما يعني يقعد مثلا واحده متضايقه منه ولا حاجه وتروح قطع له العضو. تمام، زي في يعني واحد شهير اتعمد فيه الحكايه دي، فعملنا له عضو من اول وجديد وبقى قوي جدا جدا ورجع كمان يعني خدت. طيب ايوه، فيعني بصراحه الموضوع ده ما عادش فيه. وممكن لو العضو ده رفيع خالص زي صباعي كده احنا بنتخنه. تمام، فاحنا بنعمل تدخين العضو، تطويل للعضو، بس لو هو يستاهل. انما لو واحد العضو بتاعه يعني كويس وطوله كويس وحجمه كويس، ما يصحش يا جماعه ان احنا ايه نتدخل جراحيا في الكلام ده. يعني انا طبعا بيبقى لي الراي وما بعملش اي حاجه عكس يعني مفاهيمي او يعني قناعاتي، فلازم انصحه اقول له انت كويس او انت محتاج دي. تمام، وانا عندي اجهزه بتعرفني ان هو كويس ولا لا من غير هو ما يحس، ولازم انصحه واديله شهادات بالاجهزه دي ان هو كويس مثلا. دلوقتي بالنسبه نرجع تاني بقى بالنسبه للعقم عند الرجال، لو الواحد يعني بعد 8 اشهر او سنه ما خلفش بنعمله تحليل سائل منوي. بنشوف ثلاث حاجات اهم حاجه في السائل المنوي، سيبكم بقى من اللي يقولك فيها صديد وفيها مش عارف ايه، كل ده كلام فارغ. اهم حاجه اللي هي العدد بتاع الحيوانات المنويه، المفروض يكون العدد كافي اكتر من 20 مليون، ودلوقتي بعد الاجهزة الحديثة ممكن 5 مليون يخلف. ودلوقتي واحد لو حيوان منوي واحد بس حتى لو ميت يعني ملوش ديل او ما بيتحركش، ناخد راسه ونعمل منها تلقيح مجهري لو حيوان منوي واحد. تمام كده، فدلوقتي الطب اتقدم في الموضوع ده. تاني حاجة الحركة، الحركة دي مهمة عشان الواحد يعني ينجب طبيعي. لازم الحيوان المنوي يتحرك كويس في ستريت كده، ما يكونش بيلف حول نفسه، لها طريقة معينة في التحاليل يعني. والحركة ما يعني في بقى بعض يعني الناس يقول لك والله لو الحركة دي ضعيفة خالص نعمل له
تلقيح مجهري او حاجات او اخصاب صناعي، فده طبعا يعني دي لما نفشل بقى في علاج الزوج. انما لازم تدونا فرصه يا جماعه ان احنا نعالج الزوج وممكن نخلف طبيعي بدل ما احنا ندخل في تكاليف جامده جدا. وبعدين الاهم حاجه بقى الابنورمال فورمز اللي هي الحيوانات المشوهه، ده ثالث بارامتر والناس كتير قوي ما بتاخدش بالها منه. الحيوانات المشوهه دي المفروض ما تزيدش عن 15 او 20%، لو زادت عن كده برضو في بعض الناس الحلوين ان يقول لك لغايه 94% 80% اعمله. طب تعمل له ايه؟ حيوان مشوه وتعمل منه تلقيح مجهري ويطلع الطفل مشوه، هو مش هيبان من بره، ممكن يعني مش لازم التشوه يكون من بره، يكون براسين ولا يكون بعين واحده ولا بودن واحده ولا بتاع، لا ممكن يكون في القلب في الرئه في المصارين، الحاجات دي تشوهات داخليه ما تبانش بس في منتهى الخطوره. فانا بنصح لازم نعين التشوهات دي كويس قوي. في بعض الناس بقى بتبقى عندها من اهم الاسباب اللي هي الدوال الخصتين. دوال الخصتين دي مهمة جدا، دي عبارة عن ايه؟ عن الاوردة اللي بترجع الدم للجسم اللي هي فيها الميتابولايت وفيها السموم وفيها الدم السخن للجسم، بحيث ان هي تبعدها، لان الخصية المفروض تبقى باردة شوية، ربنا خلقها تحت جسم الانسان بتبقى اقل من درجة حرارة الجسم بثلاث درجات او اربع درجات. فلو الدم ده الاوردة دي وسعت، الصمامات بتاعتها اللي هي بتمنع رجوع الدم بتبوظ، فالدم يروح راجع ورقت في الخصية سخن، في السموم اللي هي بتتكون من الخصية ما بتطلعش ما بتروحش منها، فتبقى تكوين الحيوانات المنوية بيتكون غلط، فيحصل abnormal forms دي، يحصل الحركة تبقى ضعيف، ممكن العدد يبقى قليل. فالدوالي دي لازم تتعمل بطريقة معينة، دي لازم تتعمل بالميكروسكوب. ليه بقى؟ أنا عندي بالميكروسكوب بيكبر لي الايه المنظر اللي قدامي كبير، بحيث ان اللي زي الفتله بيبقى تخن الالم ده، تمام. للاسف ان في شريان بتاع الخصيه جاي من تحت الحجاب الحاجز هنا لغايه الخصيه تحت، يعني دي حكمه ربنا، الشريان ده مهم جدا جدا، فمعظم الناس بتروح قطعاه، فطبعا ده لو اتقطع الابنورمال فورمز بتعلى كتير قوي، بتعمل مشاكل. والاوعيه الليمفاويه برضو كمان لو اتقطعت تعمل قلة مائية، تلاقي المية اتخزنت في الخصية، تحتفظ بدرجة حرارة عالية، تدي نفس تأثير الدوالي بالظبط. فأنا بعملها بطريقة حديثة اللي هي بالميكروسكوبك سيرجري، وبالتالي تدي نتيجة ممتازة. أنا يعني بصراحة لو أنا أول واحد بعمل عملية بتدي نتيجة فخمة أوي يعني. فالحمد لله النتائج كويسة، وكل يوم ناس بتتصل بيا وتقول لي احنا خلفنا، انا مراتي حامل، فالحمد لله عقبالكم باذن الله وربنا يكرم، وكل سنه طيبين، وانا متشكر قوي قوي قوي. والاعاده هتبقى، ادوني ورقه هنا، ايوه الاعاده يوم، قول لي يا احمد كده الاعاده امتى؟ هتبقى يوم يوم الاربع ساعه 10 دقائق الساعة 3 العصر، وفي إعادة كاملة يوم الحد من الساعة 2:30 بالليل، فبإذن الله دي بعد الساعة 12 يعني. طيب، ونشكر معد البرنامج الأستاذ أحمد الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلم واسأل، اتكلم واسأل بلا حرج، بلا حرج، اتكلم واسأل، اتكلم واسأل بلا حرج، بلا حرج، اتكلم واسأل.